برضو في نفس القاعه وفي نفس المكان وبيزداد الابهار. لقوا في مشكله في الترجمه، بين تليفون يقول لك المترجم وترجمه جوجل، واجيب مترجم اقعده جنبي ويقعد يترجم لي وانا مش باصص في عين الضيف بتاعي او مضيفي. اليابانيين مش عاجبهم هذا الكلام، قالوا نعمل ايه؟ نخترع اختراع جديد للترجمه بحيث انه اللي بيتكلم اتنين بيتكلموا مع بعض لغتين، واحد كوري واحد ياباني، واحد انجليزي واحد الماني، واحد عربي واحد انجليزي، مش فاهمين بعض. لا، هما الاتنين مش محتاجين مترجم وهما الاتنين باصين في عينين بعض والحوار بيكتمل. ايه القصه؟ تعال نشوفها مع بعض. انا واقف اهو المايك قدامي بتكلم باللغه بتاعتي وهو هناك بيرد باللغه بتاعته، الكلام ظاهر قدامي في الشاشه اللي قدامنا دي. ده لوح زجاجي انا شايفه قدامي، هو شايفني. ممكن هو قدامه وانا قدام، احنا واقفين مع بعض، شايفه وبصص في عينه وهو شايفني وبص في عيني وبنتكلم كده اكتمل الحوار. لكن انا بتكلم بلغتي، انا بتكلم بلغتي وهو بيسمع، وفورا السنسور بيترجم كل كلمة بأنطقها بلغتي إلى كلام بلغته هو، فهو بيفهم وبيرد عليا في نفس الوقت، مش محتاجة أي وسيط في النص. فعلا اختراع هيقلب الموازين، وعايز أقول المترجمين يعني ربنا يستر على سوقهم. اليابانيين خدوا شغلانة الهاوس كيبنج، خدوا شغلانة رائد الفضاء، خدوا شغلانة الناس بتوع المصانع والعمال والصناعية والناس دي كلها، ودلوقتي كمان المترجمين. لن يبقى إلا المفكرون، لن يبقى إلا المفكرين، لن يبقى إلا من يفكره، لن يبقى إلا من يعمل عقله وتفكيره من أجل أن يبقى في مجتمع لن يحتضن الضعفاء. نكمل.